صباح الخير، معكم مرة ثانية الشيف صاعد علاء السيد. اليوم رح نبدأ مشروعنا اللي أطلقناه في الحلقة الأولى. اسم المشروع رح يكون طبخ نفخ حر ولوز. الفكرة الأساسية من هالمشروع هي تحفيز الحلبية إنه يرجعوا يطوروا مطبخهم التاريخي، المطبخ اللي يمكن أكثر من 200 سنة ما صار فيه تطوير. أكيد هو لحتى وصل للطبخ اللي نحن نعرفه هلا مر بآلاف التجارب عبر مئات السنين، بس من 200 سنة توقف طريق الحرير من وقت ما افتتحت قناة السويس، توقف طريق الحرير على إنه يمر بحلب، فتوقف التيار العالمي من أنواع الطبخ اللي هو من أقصى الصين، من بلاد فارس، من بلاد أرمينيا، من تركيا، من أوروبا، لأنه كان إحنا كتير عنا أوروبيين، من طبخ البندقية مثلا، توقف كله إنه يصب في مدينة حلب. فيبدو أن الحلبيين صار عندهم قناعة كاملة بأنه طبخهم وصل للمرحلة القصوى بالجودة اللي هو بسموه الطبخ على أصوله، بس ومن حقهم طبعا هم يعتبروا بأنه لازم يكون طبخ على أصوله، بس كمان من حق غيرهم ولازم هم يتقبلوا بأنه يصير في تطوير، يصير عندنا نوعين من الطبخ، طبخ على أصوله عريق نفتخر فيه وطبخ مطور. طبعا أنا ما بدي بأنه بخترع طبخات جديدة، برجع بقول هدفي من هالمشروع كلياته هو التحفيز، الناس تصير عندها قدرة تطبخ على أصوله، تطبخ طبخات جديدة تبتكر فيها. هلا امبارحة حكينا عن شيء اسمه ريشة بولمون. طبعا أنا بقترح دائما أسماء تكون هي أسماء مبتكرة من باب التشجيع إنه هي تشمل أكلات الشرق والغرب، راح يكون الاسم دائما هو اسم محلي مربوط باسم عالمي. اليوم راح نشتغل شغلة تتاكل مع عريشة بولمون اللي هي اسمها محمرة كارتيه. هلا محمرة هي غير محمرة العادية اللي احنا نعرفها، مؤلفة من دبس بندورة او مية فرنجي مثل ما بيقولوا الحلبية، من دبس فليفلة حد وسط الا اذا كان حدا بيريد انه يكون عنده حد كبير حد كتير. هلا حبة البركة اساسية بالمطبخ الحلبي، لازم نكون جايبين شمرة بس ما جبت شمرة الحقيقة، النعناع لأنه لحتى يخفف من حدة الدبس في بندورة والدبس فرنجي على المعدة، النعناع هو أفضل ملطف للمعدة، الكمون طبعا مشان يقضي على النفخة، دائما الأكلات الحلبية اللي بتكون لازم يتاكل معها كمون هي بتكون أكلات فيها تسبب النفخة. هلا آخر شيء دبس الرمان، دبس الرمان طبعا هو السحر لأي أكلة، هو أطيب شيء بالدنيا. الفكرة التاريخية أنا راح أنوه بأنه بمقدمة كل حلقة راح أحكي شوي عن تاريخ المطبخ الحلبي. الفكرة الأساسية اللي عم بحاول أطرحها بأنه حتى تقرأ تاريخ أي مدينة أقرأ تاريخ مطبخها، إذا فهمت شلون المطبخ تطور إيش آليته تقدر تدرك عراقة المدينة، ارتباطها بالشرق والغرب، مدى سراءة أو فقرة، يعني مستوى طبخ السكان لهالمدينة هاي بيعبر عن حالته الاقتصادية. مثل ما كلياتنا بنعرف خلال الأزمة اللي مرت فيها حلب تغير كثير في طبيعة الطبخ اللي فيها، مثلا حلويات بدل ما تكون كانت بفستو حلبي صارت بفستو عبيد لأنه صار فستو الحلبي كثير غالي، مثلا اللحوم حتى كثير من الحلبيين أكلوا لحم جديد سموه لحم الديك اللي هو لحم دجاج كبير في السن أو البياض أو المي أو ما يندبح كان عمره دجاج عمره 3 سنين بيذبحوه بسموه لحم الديك. هو الحقيقة يمكن من 20 سنة أو 10 سنين إذا قلت لحدا أنه بدك تأكل أنت لحم دجاج بياض عمره 3 سنين مستحيل يتقبلها. خلاصة الفكرة بأنه الاقتصاد هو اللي بيحدد طبيعة المطبخ، طبيعة المواد المستعملة للطبخ، كل ما كان أنت عندك رفاهية وسراء كل ما كان نوعية المواد أغلى وأغنى. نرجع لفكرة القريشة، امبارحة كثير أجاني ساعدوني كثير ناس بإغناء موضوع القريشة. الحقيقة كان لازم أول شيء أنا غلطت غلط كبير وقلت إنه لازم القريشة نحطها بالشمس حتى تنشف، تبين ما لازم نحطها بالشمس أبدا، لازم تنحط هي بتيار هواء ساخن أو دافئ، ممكن الناس بتحطها فوق البراد هيك أغلب الناس حكولي، لازم ينحط تحتها مثل ورق أو مثل كينكس ممكن يمتص رطوبتها، لازم بالأخير إنه هي تتجفف قدر الإمكان مشان ما تفسد. هلا أنا الشيء سويته إنه حطيتها ببراد بيشتغل على الهواء، براد على الهواء بيمتص كل الرطوبة الموجودة بالمواد اللي جواته، ثم حطيتها تحت مروحة سقفية تبعت المطبخ فنشفت شوي.
هلا جربت اكل جنب الشيء اللي راح نقوله اليوم، اللي هو انا بسميه الخلطه السحريه الخاصه فيني. طبعا ممكن يكون كثير ناس بتعرفها، بس انا بعتبر انه هي خاصه فيني. راح نبدا فيها. هي بكل بساطه راح نحط كميه منيحه من دبس البندوره، ما لازم يكون كثير حامض عشان ما يكون قاسي على المعده. في دبس بندوره صناعي اللي هو شوي الطف، وفي دبس البندوره البلدي اللي بنحط على الشمس، هذاك حط فيها بس حامض، وشوي من دبس الفليفله. كمان الامر بتعلق بتقبل الشخص للحد. هلا بنحط معه كميه كمون كثير منيحه لحتى يعطي نكهه، بنحط معه النعناع، بنحط حبه البركه، الاختراع الاهم هو الزعتر. الزعتر لما بنحط مع هدول كثير بيعطي ميزه. طبعا رح نحكي يمكن بحلقه ما كثرت كثير، بس ضل طيب. رح نحكي بحلقه قادمه عن طريقه صنع الزعتر الحلبي بالطريقه المضبوطه بدون الغش، يمكن نلاقي حدا يساعدنا بان نعملها. واخر شيء السحر اللي هو دبس الرمان. هلا هدول كلياتهم نختمهم بزيت الزيتون. انا كثير من انصار زيت الزيتون، وضد تماما كل شيء اسمه زيت نباتي. حتى بالقلي زيت الزيتون افضل. كمان ممكن نخصص حلقه على الموضوع هذا. هلا الخلطه بتكون اكتملت، كل ما كثرنا دبس رمان بيكون اطيب. الزيت بتغبوا هالخلطة، بتغبوا بشكل كتير كبير، لذلك لازم نسخى شوي بالزيت. رغم انه صار للأسف زيت الزيتون صار غالي، بعد ما كنا نشتريه بالتنكة عم نشتريه هلا بالأناني. بس كمان زيت النباتي المستورد صار سعره قريب من سعر زيت الزيتون، يعني فرق كتير بسيط صار بيناتهم، لذلك أكيد لازم نرجع لزيت الزيتون. هلا صارت جاهزة، نرجع نحط لها شوية دبس رمان تكون على الوجه. هي كانت تجربة امبارحة. هلا مع الأكلة اللي سويناها امبارحة اللي هي القريشة بولمون، راح تجي محمرة كارتيه. ممكن تحطها بهالطريقة هيك بالنص. صدقوني أنا امبارحة عملت تجربة لحالي، شغلة من أطيب ما تكون. صحتين.